بهدف زرع روح التطوع لدى جيل الشباب وتجميل مدينة بانياس وضمن فعالية الأسبوع التنموي، أطلق فريق طيف التطوعي فعاليات ذهب أيلول التي تضمنت العديد من الأنشطة التطوعية الرياضية الثقافية الغنائية وفعاليات ترفيهية تثقيفية، إضافة إلى فعاليات منوعة للأطفال. حبينا نعمل هذه الفعالية بمدينة بانياس، مدينتنا الأساس اللي عطتنا كثير بصغرنا، وحبينا نقدم لها شيء بعد ما وعينا وصرنا قادرين نقدم لبلدنا. هذه الفعالية فعالية ذهب أيلول هي عبارة عن أسبوع تنموي. ليش ذهب أيلول؟ أولاً نحن هلأ بنهاية أيلول، ثانياً الذهب بيكون مدفون ومخبى، فاللي عم نحاول نحن نطالعه هلأ بهيدا الأسبوع التنموي هو الذهب يلي موجود جوا شباب وصبايا بانياس. بدأنا مبارح باليوم الرياضي يلي كان في عرض، كان في سباق سباحة، عرض سباحة، كان فيه عرض كاراتيه، عرض زومبا وسباق جري. اليوم هلأ عم نشتغل كتنظيف تلوين، الصبايا معنا الفنانين عم يرسموا لوحات فنية على سور المدرسة وسور الحديقة، وعنا الشباب عم يعملوا حملة تنظيف حول الحديقة، بالإضافة عم ندهن الكلس الأبيض مثل انتبهتوا على الأشجار لحماية من الحشرات وإعطاء جمالية للحديقة. يذكر أن فعالية ذهب أيلول تستمر لمدة 6 أيام وسيحمل كل يوم طابعاً فنياً باختصاصات معينة كأنشطة رياضية وبيئية، إضافة إلى حملة تنظيف ورسم رسومات على جدران المدارس.